السلام عليكم. تصريحات تحالف الإنقلاب تمثل موقفاً واضحاً من القرار الأممي الذي يتم التباحث حوله، فلا سلام يلوح في خطاب الإنقلاب. هذا ما تقوله تصريحات الهرم الأعلى في جناح صالح في حواره الأخير الذي أوضح رفضه للقرار الأممي ولكل المرجعيات الشرعية، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه ناطق الميليشيا في حديث متعلق بتسليم الأسلحة، الذي أكد أن ميليشياته لن تسلم الأسلحة وأنهم يريدون تقاسم السلطة قبل الحديث عن مسألة تسليم الأسلحة. وقال ما نصه: نحن لم نأتي لتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن والمؤسسات، في حديث لا يخلو من المغالطات، وهو يتحدث عن القرار الأممي الذي يتم التباحث حوله والذي جوهره الأساسي تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن والمعسكرات والمؤسسات. ما يدور في خطاب الإنقلاب لم يعد خافيا على أحد، إنه خطاب واضح يتناقض جذريا مع مباحثات السلام، وأصبحت الرغبة الجادة في تنفيذ نقاط القرار الأممي 22/16 مجرد بيع وهم وتضييع وقت ليس أكثر. وهنا نتساءل، هل أطلقت خطابات وتصريحات تحالف الإنقلاب رصاصة الرحمة على مشاورات الكويت؟ ما جدوى محادثات سلام مع طرف أوضح موقفه المسبق من أهم نقاط القرار الأممي المتمثلة بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن والمؤسسات والمعسكرات؟ نناقش ذلك مشاهدينا في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. إذا كنتم ترون بأن هذه النقاط الخمس أو تنفيذ قرار مجلس الأمن يعني أن نسلم وننسحب ونذهب ننتظر السلطة الذي تقولون للتوافق، هذا أمر غير وارد لدينا على الإطلاق مهما كانت التحديات. هكذا يختصر ناطق الميليشيا مسافة من القلق والترقب بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات، ليضع رصاصة الرحمة في عنق السلام المأمول عبر الحلول السياسية. البحث عن سلام مفرغ من النوايا الجادة هو ترحيل آخر لزمن الحرب، أو حرب من طرف واحد. إذ يصعد الحوثيون على الأرض في تعز التي لا تزال الانفجارات تدوي في سمائها، مخلفة الضحايا في الأحياء وعبر السيطرة مؤخرا بتحد سافر على معسكر العمالقة بمحافظة عمران. كثير من المراقبين يرون أن الميليشيا لا تريد من إيقاف الحرب إلا وقف غارات طيران التحالف، ولا تعرف من السلام غير تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة بمعزل عن حكومة المنفى. تلك المطالب لا تعني في حال الموافقة عليها غير استسلام كامل من الشعب وقيادته السياسية لميليشيا لا تؤمن بالآخر ولا بأحقية وجوده، وكثيرة هي الشواهد على ذلك. تسعى دولة الكويت لتطويق الخلاف والحد من الهوة التي تتسع بين مواقف الفريقين، خصوصاً بعد إعلان الوفد الحكومي التفاوضي تعليق مشاركته في المشاورات، وهو الموقف الذي وصف بالصحوة المتأخرة، يأتي عبر تأكيد رئيس الوفد عبد الملك المخلافي بضرورة الحصول على ضمانات حقيقية لوقف الأعمال القتالية ووقف حصار المدن وتفجير المنازل. يتفق الكثير على أن مشاورات الكويت هي الفرصة التاريخية الأخيرة، قد لا تتكرر، وإغلاق بابها يهدر فرصة سلام هامة ومصيرية لليمنيين. غير أن المعطيات العامة تؤكد أن خيار استعادة الدولة سيكون بذات الطريقة التي تعرضت بها للاختطاف، خياراً لا بد منه. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. يعني يا دكتور، خطاب واضح وموقف من محادثات السلام، ربما يعني صرح به محمد عبد السلام بكل صراحة أنهم لن يتم تسليم الأسلحة إذا كان ذلك ما يعني النقاط الخمس أو القرار الأممي. لو تحدثنا عن خطورة ذلك على محادثات السلام التي يفترض أن تكون واقعة. يعني أولا احنا تحدثنا هنا منذ فترة وتحدثنا عن سلبية أن نبث كثير من التفاؤل، صحيح، حول مثلا مبادرة السلام حتى لا تحدث هناك انتكاسة لدى الجماهير، وبنفس الوقت السياسيين اليمنيين تعودوا على المسار الواحد، لا يستطيعون يديرون أزمة من عدة مسارات عسكرية وسياسية وإنسانية. دائما إذا ما ركزوا على الدبلوماسية يتركون الجرحى ويتركون الداخل ويتركون القاعدة وذهبوا إلى السلام. سبنا المفاوضات، ذهبنا إلى الجرحى، سبنا
هذا التعامل مع هذه اللحظة تحتاج إلى عملية متكاملة. بالنسبة لي أنا بالنسبة لي غير متفاجئ بما يطرحه الحوث الإنقلابيين، فقط أقول لما صرح به يندرج في المعقولة اليمنية عندما يقولوا عندنا سارق مبهرر. هذا هم الإنقلابيين مبهررين، بمعنى أن هم بالفعل يعني ذهبوا إلى الكويت وهم يؤسسون للكويت اثنين، لأن هناك وإذا لاحظت أيضا التأسيس لماذا ليس، لأنه كان نحن صرحنا أيضا بلقاءات سابقة أنهم سيؤسسون لكويت واحد وكويت اثنين، ليس لأننا نعلم في الغيب، لأننا نراقب آلية اشتغال الجماعة. هذه الجماعة لا علاقة لها بين التصريح والتوقيع والممارس، بمعنى تصريحاتهم الصحفية لا علاقة لها بتوسع الجغرافيا العسكرية، التوقيع بمعنى كل وثائقهم وتوقيعاتهم لا علاقة لها. ولذلك لاحظي حتى منذ مران كانوا يوقعون اتفاقات مع الدولة، للتوقيع ما زال يعني لم ينشف بعد وهم يتوسعون في الجغرافيا. نعم، يعني يمكن أن نسمي هذا انفصام سياسي؟ ليس انفصام، هناك استراتيجية واضحة، لعبة لا، هناك استراتيجية إيرانية حوثية لديها هدف. هذا الهدف أنا أناور فيه بالطريقة الإيرانية سنة سنتين ثلاث خمس سنوات، لكن لن أتنت. لاحظي الآن مطالبهم لم تتغير، يعني نحن فقط من نوهم والسلطة توهم نفسها إنها ذاهبة إلى النقاط الخمس التي سأتحدث عليها، لكن هم واضحين يريدون حكومة توافقية وهم واضحين بالمسألة، يعني ولا كأن شيئا لم يكن، يعني إنه نذهب لحكومة توافقية يعود بحاح أو غير بحاح توافقي، عبد الرب منصور يمشي، السلاح يبقى معهم، مشروعهم واصل. اللي هو مشروع ماذا؟ مشروع المرحلة يسمونه مرحلة واحد، اللي هو الدويلة في الدويلة، اللي هو عبارة عن ماذا سيحدث في الدويلة في الدويلة، بمعنى أنهم سيكونوا هو سيذهبون في حكومة توافقية. هذه الحكومة ليس لها القدرة على صنع القرار، هي هم أقوى لاعب في الساحة. بهذه الحالة الوظيفة العامة ومؤسسة الدولة الاستخباراتية والجيش قد تم تغيير كل الموظفين ومسؤولين الوزارات، بالتالي عفوا قصدك يا دكتور دويلة داخل دويلة، يعني كما هو حاصل الآن في الدويلة داخل الدويلة، لا حزب الله ولبنان إذا ما وقعنا ستصبح الدويلة داخل الدويلة شرعية، بمعنى نحن منحنا بالتوقيع على إذا ما قدمنا التفاوض على تسليم السلاح، وهذا أيضا أنا لي موقف منه سأتحدث عليه، وإذا نسيت لو سمحت ذكريني. فبالتالي عندما نحن نضفي التوقيع هذا نضفي على الإنقلابيين شرعية الوجود بسلاحهم، لأن المخطط الغربي واضح هو جعل جميع الأطراف متساويين من حيث القوة، بل المطلوب أن تكون السلطة الشرعية الطرف الأضعف. بالحالة هذه لا تستطيع تسلم السلاح، لا تستطيع تحفظ الأمن، سيصبحون يحفظون الأمن. اثنين، سيصبح القرار الحوثيين والإنقلابيين لن يأخذوا وزارات. نعم. طيب سيحرقون سيحرقون الوزراء أو أي إدارة يحرقوها يأخذوا يعني مناصب، وهم سيتنازلون عن حصصهم، ولكن لن يمر قرار إلا بالمرور حبل صعدة. نعم. طبعا لو عدت يا دكتور لحديثك في البداية أنت يعني واستعرت توصيفك سارق ومبهرر، عادة يعني هذا السارق المبهرر يتكئ على شيء، على ماذا يتكئ الحوثيون؟ يتكئ على أولا هناك هم ينكرون دعم إيران لهم، هذه علاقة استراتيجية. حتى الحديث عن أن إيران لم تدفع مليار دولار أو مليارين تغطية للعملة، لا تريد إيران أن تبدو في الواجهة سيصبح هذا الدعم المالي هو لن يذهب على إيران، بالتالي هم إذا ما دفعوا المال سيكون موقفهم الداعم واضح، وهم في موقف لا يريدون الوضوح التام. حتى موضوع الباخرة حق الماء هذه اللي احنا سقطنا في فخها، هم صعبوا المسألة حول الباخرة التي تحمل واكتشفنا أنها ماء، لنقول أنه لا شيء داخلها، يعني أثناء مرورها للماء في باخرات أخرى تحركت من زاوية أخرى، هذه علاقة استراتيجية. يعني حزب الله اليمني أكثر أهمية من حزب الله اللبناني الآن، أقولها بوضوح. ولذلك الآن ما يطرح لمحمد عبد السلام، أنا بالنسبة لي يعني لم أتفاجأ بذلك، هناك ما يسمى استراتيجية تفاوض. الوفد الحكومي ذهب إلى الكويت يريد إحراج الحوثيين وكشفهم للرأي العام الخارجي أنهم ليس مع السلام. هم بعد تغييرات علي محسن ورئيس الوزراء وكانوا هم متفقين على حكومة توافقية ولا شرعية هادي، وتحدث اليوم أنه لا شرعية لهادي. نعم. وتحدث المخلوع صالح وهو مواطن عادي، المخلوع صالح مواطن يمني عادي مطلوب للعدالة، يحدد ويطلب ويعطي الشرعية للرئيس وتعالوا نتفاوض بأي صفة أنت. نعم. أنت مواطن يمني يعني مطالب للمحاكم المحلية في المستقبل، تتحدث عن تعالوا نتحاور، تعالوا مش عارف إيه، الرئيس يتعامل كزعيم.
نحن ينبغي التعاون معهم. أوكي مواطن يمني نحتفظ لكن أنت أيضا مطلوب لعدالة. بالتالي هؤلاء يذهبون إلى هذه المفاوضات هم واضحين تماما بموضوعهم. لا يمكن نسلم السلاح لأن هذا تسليم السلاح هم يعلمون يريدون ما يسمى فرض الإنقلاب بالأمر الواقع، بمعنى أنه وأنا أخشى وأخشى وأخشى أن يصبح يعني إذا ما ذهبنا في تسوية لا تنطبق على المواثيق الدولية أخشى أن نذهب في صنعاء، يعني صنعاء بين يعني تعز الذين يفكرون أن تعز تظل تحت ما كان يسمى الجمهورية العربية واهمون واهمون. هناك تعول ما يسمى هناك استعداد نفسي وسياسي واجتماعي وذاكرة مملوءة بالجروح لديها نفور أن تعود إلى ما يسمى هيمنة المركز في شمال الشمال سواء بشكله العائلي أو السلالي. هي تحمل مشروع وطني تعز، لذلك إذا لن يعني تستقر تعز بل ستقود عمليات للمواجهة، ستصبح شمال الشمال معركة دائمة. والخطير أن نتمنى من العربية السعودية ألا، لأنهم ماذا يريدون؟ يريدون عزل العربية السعودية من المعركة. عزلها بمعنى ماذا؟ أنا خرجت على الموضوع سعودي. عزلها بمعنى يصبح الصراع يمني يمني في الداخل، السعودية ضمنت حدودها وهذا خطير، بمعنى أنه سيكون الجنوب شبه مستقر لديه فقط بعض التفجيرات ولدينا في شمال الشمال طواحن. أعود لاستراتيجية المفاوضات، هم منذ البداية الحوثيين إيش عملوا؟ لم يلتزموا بوقف إطلاق النار ودخلوا فيما يسمى المراوحة. يعني أنت عندما تطالب حد إحنا قلنا هنا حتى باللهجة اليمنية فجعوا بالموت يرضى بالحمى، صح؟ طيب أنت عندما تجي تطالب بالنقاط الخمس التي انتهت صلاحيتها، أنت كحكومة شرعية تقبل بالنقاط الخمس التي انتهت صلاحيتها في بريل 2015. أوكي هو ما هو يعرف أنه كسبان بس مش عاوز يسلم لك حتى هذه، دخل معك في إجراءات بناء الثقة. حتى لو تلاحظي في متابعة حقهم المخطط الجانب الإنساني الثالث عبارة أنه أن حصار تعز والمعتقلين هم يعني ما يسمى مختطفين وورقة مقايضة لتسليمها، يعني فتح الممرات الإنسانية وإطلاق المعتقلين، نعم ورقة ضغط مثل المافيا. بالتالي أحرق طيب. أحرق السلطة الشرعية كيف؟ أحرقوها بالانتهاكات الانتهاك ضرب إطلاق النار حتى يجعلوا السلطة الشرعية هي ترفض تنسحب من المشاورات حتى لا يتهمون بماذا. أما هم عندهم استراتيجية القبول الرفض البقاء في إجراء بناء الثقة، نبدأ بهذه نبدأ بهذه أقبل أرفض، بينما القرار أصلا وأنا قلتها في مقابلة آخرة يعني في مقابلة في أكثر من مقابلة، القرار بالنسبة للحوثيين في المجلس الأعلى لهذا البيت الذي يقود هذه المعركة العسكرية. الدكتور هل نجح الوفد الحكومي بفضح هذه النوايا أمام المجتمع الدولي أمام الرأي العام أمام الناس يعني الذين ينتظرون هذا السلام؟ للأسف أنا أقولها بوضوح، يعني هناك فشل في إدارة الصراع، ما يسمى هناك عملية إدارة مدخلات إدارة الصراع معروفة جدا، هناك تفاوضي إنساني إعلامي. المسألة هؤلاء نحن الآن لا نعلم ماذا يحدث في الكويت، ليس هناك رسالة للخارج، بالتالي أنا أقول أن هناك فشل ذريع في إدارة المعركة الإعلامية، هناك فشل ذريع في إدارة المعركة التفاوضية. أنت غير قادر على استغلال وسائل الإعلام على فضح الحوثيين، حتى الآن الملفات واضحة الانتهاكات واضحة، فقط لو فعلت هذوم الصحفيين اللي نسمع عنهم في الواتساب وفي الفيسبوك، فقط لو شغلوا لنا مسألة المختطفين وعملوا منها قضية ملف باللغة اللاتينية بالأمريكية تصبح ليس الآن كلهم مهتمين بالتفاوض، لا أنا مش اهتم بالتفاوض، اهتم لي بالمختطفين، يبقى ملف يشتغل المختطفين، الآخرين بتاع المرأة وما مرأة يهتموا بتدهور الصحي للمرأة والدهور حالته ما يحدث، هناك من يهتم بقضايا أخرى، هناك من يوصل الرسالة إلى الفرنسية، هناك من يعطي فلاشات حتى فلاشات على مستوى فيديو، يعني أين هذا العمل؟ نعم أنت طرقت هذه النقطة أكثر من مرة دكتور في مسألة القصور في هذه الأمور، يعني أنا كتبت معركة ناقصة يعني. أنا أيضا كتبت لبعض الشخصيات وأنا أقولها على الهواء لأن فقدت الأمل، كتبت حتى بعيدا عن الإعلام إلى بعض الشخصيات القيادة قلنا لهم يا أخوان يعني المعركة لا تدار الحروب بهذا الشكل، قلت لهم أنه أنا كتبت لشخصية مهمة جدا وأنا لا أكتب خارج القنوات لا علاقة لي، لكن في لحظة شعرت بانكسار، قلنا لهم أنه المعركة الإعلامية تتقدم العسكري والتفاوضي، هي المهيئة للعسكري والتفاوضي، ولم أجد رد حتى رد
لم أجد رد على مستوى رسالتي إلى هذه الشخصية المهمة. قلنا لهم أنا لست، أنا فقط أكتب لكم رسالة. المعركة الإعلامية نحن لا نرد على الهواء نقول، لكن نقول على الهواء الآن نحن كتبنا إليكم وقلنا أن المعركة الإعلامية تسبق العسكري والتفاوضي، والغرب حتى الآن يلعب على الإعلام. هذا الآن ما يسمى في عصر الإنسان ذو البعد الواحد، إنسان الآن عبارة عن ما يسمى جملة من التصورات الموحدة على المستوى الكوني. نحن لم نستطيع أن نتحدث الآن. الأخ يتحدث عن ماذا؟ وقف إطلاق النار والعدوان، والمسألة كلها هذا التدخل العربي هو رد فعل لفعل الأصل. ضيعوا الفعل، الآن أصبح الآن يتحدث عن ردة فعل، والفعل الأصل هو الانقلاب. لا أحد يستخدم ألفاظ. نحن عندما نقول للغرب عندما يتحدثون الآن، لا بد يكون في وضوح. نحن تحدثنا في مقابلة هنا وقلنا التوصيف مهم للحقل السياسي وتحركاته. عندما نقول الأطراف المتصارعة، أنا ضد هذا اللفظ الأطراف المتصارعة. الموضوع هناك انقلاب اثنين، ولكن حتى المستوى الشيخ يعني يستخدم هذا. هو يعني هناك ولد الشيخ عنده أجندة، وأنا أذكر ولد الشيخ عبر قناة بلقيس، أنا قرأت كل أدبيات الأمم المتحدة ولدي ملفات حتى بمخرجات منطقة الشرق الأوسط لإدارة تسوية النزاع في منطقة. لم يوصفوا بأنهم لا هناك واضح دكتور. نص واضح في 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 وثائق يقول لا يمكن لك أن تحقق تسوية مستدامة بعد احتراب إلا بتطبيق العدالة الانتقالية. وأقولها وسأقولها في اللقاء القادم معك أيضا، أذكر المواطنين، أقول أن النقاط الخمس هذه المكسب الذي الحوثيين لم يقتنصوا، هذه انتهت بالعشرة الأيام التي أعطاها مهلة مجلس الأمن. هناك سنة من تدمير مدن، استنزاف الميزان العام للدولة 3 مليار و400 مليون دولار من ميزانية الدولة ومن الاحتياط النفطي الاحتياط المالي. هناك حصار لتعز وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب. هناك قصف عدن والمدنيين، هناك منع دخول الأغذية على المواطنين، هناك رهائن مثلهم مثل المافيا في السجون، هناك كثير من العمليات. إذا أراد الغرب أن يخلق من قضية واحدة، بالتالي هذه السنة الحكومة كان مفترض أن يكون رهانها فجعوا بالموت وضرب الحمى، طالب بهذا الملف. إذا أنت تحت ضغط دولي وإقليمي أن تذهب للنقاط الخمس، تمام متفقين. هذا الملف السنوي، أين مؤسسات المجتمع المدني التي أزعجتنا ليلا نهارا عن المجتمع المدني التي لم تأخذ هذا الملف ولم تقوم في حاجة اسمها الآن بالعالم اسمها العمل الشبكي، بمعنى أنه أين المجتمع المدني هذا الذي ما يساوي 20,000 مؤسسة في اليمن، وهناك أيضا أين هذه الأموال في السعودية للناشطين الذين لم يستطيعون أن يعدوا ملفا متكاملا للانتهاكات. الآن أنا أقرأ التقطع العلمي، هناك عندنا الملف توقف الدراسة، عندنا هناك الجرحى، لدينا هناك الانتهاكات. نعم. الانقطاع عن المياه، هذا كله. طيب هناك طيب لحظة بهذا الشكل لجنة استشارية من 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 ما يسمى خبراء القانون الدولي الإنساني، خبراء القانون الدولي الإنساني، تجنيد الطفولة، قتل الأطفال، ما يحدث النساء، عدم تكافؤ السلاح إلى آخره. ملف يا أخي فريق هذا ما يكلفش سفرة من سفرة الوزراء للخارج يمسك هذا الملف ويعده للسلطة المرحلة القادمة. وأنا أقول للسلطة هنا لن نتنازل عن دمنا، نحن لن نخضع لحكومة سلالية ولن نخضع لحكومة عائلية. نحن سنطالب، نحن لسنا نطالب بقتلهم، نحن نطالب بمحاكمتهم بالتالي وفق لمواثيق الأمم المتحدة. بالتالي للحكومة أن تذهب للتسوية بقصور. لقد ارتكبت كارثة بقبول الخمس نقاط، ارتكبت كارثة، أقولها ثلاث مرات، ارتكبت كارثة عندما قبلت بالخمس نقاط. لدينا سنة ما يسمى عدالة انتقالية، هي الملف ليس الخمس نقاط. لكن العدالة الانتقالية لم تطرق ولا لمرة واحدة، لا في الرؤية التي قدمتها الحكومة ولا أيضا هذه مؤامرة. لماذا مؤامرة؟ طيب دكتور، أقولها يعني مؤامرة بهذا الشكل الذي تطرحها، يعني كل المؤشرات يعني تدعو إلى فشل يعني مشاورات الكويت. هل تجد أن حضور وفد تحالف الانقلاب كان مجرد تحصيل حاصل المواقف تم حسبها أيضا مسبقا ضد الحل السياسي؟ هم وجدوا أنفسهم مجبرين لا يستطيعوا التراجع، لأنه أعطوا وعود للمجتمع الدولي بالحضور والمشاركة، لأنه المخطط كان واضح، حكومة وافقية. التغييرات أربكت، لم يستطيعوا التراجع، فقط التأخير يومين نوع من كسب الوقت لتأسيس الكويت اثنين. كما قلت لك، إذا أردت أن تفاوض فاوض على التفاصيل. في الغرب الآن عندما تفشل طرف لا تذهب، لا تأخذوا إلى الجوهر، خذوا إلى التفاصيل.
التفاصيل التي محل اهتمام الجماهير، فالجماهير تذهب نحو التفاصيل وتنسى الانقلاب وتنسى القتلى والجرحى والدولة، ونتحدث عن إطلاق سراح المعتقلين، هل قبلوا النقاش؟ هذا الأمر على الدولة والسلطة الشرعية أقولها لهم على الهواء، لقد فشلوا في إدارة الصراع مع الإنقلابيين. ضعف السلطة عندما قلنا وتحدثنا ذهابهم إلى الكويت من الرياض كان أول خطأ ارتكبوه، الذهاب يكون من تعز، من عدن، من حضرموت. اثنين، قلنا من نفس هذا الاستوديو ما جدوى الحضور دكتور إذا كان يعني كل المعطيات توضح أن الوفد الانقلاب لا يريد أن يطبق حتى على مستوى الخمس نقاط التي تجدها أنت كارثة؟ نحن نوحد نمهد أول حاجة عندما يقول لك الوفد الداخل وفد الخارج، وهذا أيضا مكسب لهم في التعامل مع الإعلام. وفد صنعاء وفد الرياض، أنت الآن تتحدث عن سلطة شرعية بالخارج وهم يتحدثوا عن سلطة في الأمر الواقع. نحن نريد أن نقلص هذه الفجوة. أنت تمتلك أكثر مساحة جغرافية، أنت الآن حتى لو كان في بعدن الانفجارات كل نص ساعة، أنت في معركة ينبغي أن تكون في الداخل، لست يعني المواطن اليمني لست أقل منك، أنت وزير ولا حتى فقط عبد الرب منصور هادي قلنا نستثنيه بالتحرك لسبب مرتبط مربوط بنقل السلطة، وهو كآخر يعني جسر سلمي لنقل السلطة، جسر أقول سلمي، وحتى في الفقه الدستوري هو مرور آمن. الآن موجود نائب الرئيس، أوكي يمكن للرئيس أن يعود، لماذا لا إلى الداخل، إلى حضرموت، إلى تعز؟ لماذا لا تكون نصف الحكومة في تعز تدير المعارك؟ السؤال اثنين، لماذا قبل الذهاب للكويت لم يتم استعادة تعز؟ هذه مؤامرة، مؤامرة كانت، وعلينا أن نطلب تحقيق مع على بحاح، إجراء لجنة تحقيق مع بحاح ومع اليافعي، ما هي الدوافع التي المعروف في كل وثائق العالم وفي كل إدارة الصراع العسكري والتفاوضي أنك قبل الذهاب للتفاوض تكون قد حسنت موقعك في الجغرافيا، وعندها لديك تعز مدينة استراتيجية مركزية في إدارة الصراع، لماذا ذهبت للسلام وتعز محاصرة؟ لماذا تركت الحوثيين يعودون إلى المناطق المركزية لحصار تعز في هذا التوقيت؟ هذه مؤامرة. أنا لا أريد أتهم أحد، ولكن على 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 النشطاء اليمنيين وعلى السلطة أن تشكل لجنة. نحن لا نتهم أحد، ولكن اللجان مهمة. اثنين، قبل أن ننتقل لهذه النقطة اسمح لي فقط أن نشك معنا أحد أعضاء الفريق التشاوري وهو الأستاذ ياسين مكاوي، عضو الفريق التشاوري الحكومي من الكويت. مساء الخير أستاذ ياسين. مساء النور. أستاذ ياسين، يعني هناك أخبار عن تعليق المشاورات في الكويت بعد اللقاء بين الوفد الحكومي وزير خارجية الكويت، ماذا عنها؟ طبعا لا زلنا مستمرين في عمل تعليق المشاورات. نعم. وباعتقادي بأنه هذا الأمر سيستمر إذا لم تقدم ضمانات لتأمين اللواء، لواء العمالقة أولا، والامتناع عن قتل المدنيين في تعز وبيحان، والامتناع عن الخروقات التي يقوم بها الانقلابيون الحوثيون بعد أن تم وقف طلعات الطيران، وهذا ما كانوا يريدوه للأسف الشديد. بعد وقف الطيران هم حاولوا يستغلوا هذا الأمر بالتمدد والانتشار والحشد والانتشار وتعزيز الوحدات، ووصل الأمر إلى أنهم يحاولوا من خلال قصف منطقة لودر تعزيز، إيصال تعزيزات للقاعدة في محافظة أبيان. طيب أستاذ ياسين، نعم تفضل. تفضل. يعني فيما يتعلق بتصريحات تحالف الانقلاب رفض القرار الأممي علانية، النقاط الخمس أيضا كما جاء على لسان صالح، وأيضا رفض تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن على لسان ناطق الميليشيا، كيف قرأتموها أنتم في الوفد الحكومي؟ نحن مدركين، ووصلت لدينا قناعات بأن هؤلاء الانقلابيون لا يريدوا الوصول إلى السلام وإلى إلى إلى تأمين أهلنا وشعبنا اليمني من القتل الذي يمارسوه، وما قدموه خلال الأيام الماضية بعد توقفهم ومحاولة تعطيلهم للمشاورات
كان اساسيا في 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 تموضعهم فيما قبل ما قبل اقتحامهم صنعاء، وفي اعتقادي بانهم يحاولوا ان يعيدونا الى ذاك المربع الذي لا سلام فيه. نعم استاذ ياسين، يعني رغم مصرون على الوصول الى 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 السلام، ولكن بتطبيق وتنفيذ القرار 22/16 بشكل واضح وتطبيقه على الارض. نعم طيب استاذ ياسين، يعني الخروقات كانت منذ اول ايام المشاورات، يعني خاصه في تعز كانت ترفع يوميا تقارير لمجلس الامن بخصوص هذه الخروقات، يعني الموقف الذي قمتم به الان من تعليق المشاورات هل كان له اي اثر امام المجتمع الدولي وامام ايضا مجلس الامن حتى يتم الضغط على الوفد الانقلابي بتوقيف ما يقومون به من اعمال؟ طبعا يجب ان يكون هناك مردود ايجابي لهذا التعليق. نحن علقنا ليس لمجرد التعليق، وانما لتثبيت عمليه السلام على الارض ولانقاذ الناس، لانقاذ مواطنينا الذين يقتلون يوميا. ولن نقبل بالمطلق أن يسود الإنقلابيون على اليمن. نعم. وما تم يعني والأمر هذا إحنا وضعنا المجتمع الدولي والمبعوث الأممي والدولة المضيفة شاكرة، وضعناهم في هذه الصورة من خلال نقلنا لهذه الصورة لمعالي الشيخ نائب وزير الخارجية الكويتي، معالي الشيخ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، ووضعنا أيضا دول مجلس التعاون في هذا الإطار، ووضعنا يعني دول 18 زائد. نعم طيب ما هو الموقف الذي قاموا به يعني إثر كل ما قدمتموه من اليوم؟ نعم اليوم نحن نطالب في المزيد من الضغوط على هؤلاء الانقلابيون. هل تعتقدون أن هذه الضغوط ستثمر؟ في اعتقادي بأنها ستثمر باعتقادي. نعم. لكننا نعرف مراوغة هؤلاء الانقلابيون ومحاولة هروبهم من تنفيذ القرار 22/16 بافتعال مثل هذه الخروقات واستمراريتها. نعم استاذ ياسين، يعني نحن لن نخذل شعبنا، سنبقي على عمليات تنفيذ القرار 22/16 مهما كانت الصعاب. نعم استاذ ياسين، يعني في ظل هذه الضغوط التي تتحدثون عنها، وفي ظل ايضا ما قدمتم رؤيه وهم ايضا قدموا رؤيه، وفي ظل الايجابيه التي يتحدث عنها ولد الشيخ التي ربما ليست ملموسه حقيقه بين الطرفين، اخيرا كيف تنظر لهذه المشاورات؟ هل ستثمر الى سلم حقيقه؟ باعتقادي هذا رايه في موضوع الايجابيات التي حدثت، لكن نحن نقول انه ما يجري على الارض لا يبشر بالإيجابيات التي يتحدثون عنها. نعم. طالما هناك اختراقات فلا إيجابية في ذلك، طالما هناك قتل للمدنيين لا وجود لإيجابيات في ذلك، طالما الانقلابيون يعبثون بسلاح الدولة يحاولوا نهبه حتى وما حصل مؤخرا في يعني لواء العمالقة. نعم. دليل على ذلك. ولكن حتى رؤاهم التي قدموها كما قلت سابقا انها تشير الى انه وكأنه لم يعلنوا الحرب ذات يوم. نعم. على اليمن واليمنيين. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسين مكاوي، عضو الفريق التشاوري الحكومي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. أعتذر منك أستاذ الدكتور عبد الباقي أيضا، ومن السادة المشاهدين نذهب لفاصل قصير ثم نعود إليكم.
عودة إليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. استمعت إلى حديث الأستاذ ياسين مكاوي، كيف تعلق عليه؟ أولا تحياتي للأستاذ ياسين مكاوي الصديق العزيز. لدي أكثر من تعليق. التعليق الأول، ستلاحظين نحن هو تحدث عن قناعة، أنهم وصلوا إلى قناعة. نحن قلنا من نفس هذه الطاولة ومن نفس هذا الاستوديو أن علينا أن تكون لدينا قناعة راسخة، لأن ليس قناعة أننا نحن يعني لا نياتنا سيئة. نحن لدينا مؤشرات وآليات صراع، أن إذا ذهبنا للكويت ونحن معتقدون بأننا ذاهبون للسلام فنحن نرتكب كارثة. نحن ذاهبون للسلام كمسار من مسارات إدارة الصراع، أما المعارك على مستوى الداخل هؤلاء لن يسلموا السلاح. هذا المؤشر الأول، يعني أن القناعة، أن وصلنا إلى قناعة هذا كارثة. نحن لابد أن تكون قناعتنا هذه راسخة، هؤلاء لن يسلمون. لكن لا يمكن لنا أن نرفض مسار السلام، نذهب ونحاور والعمليات مستمرة والاستعدادات مستعمرة. اثنين، واحد تحدث لي عن أن هناك خروقات 2000 يعني خراق، وهناك تقريبا 950 فقط في تعز، وهناك في بيحان وفي لودر. هذه كل يعني أنه شخص مسيطر على الواقع. نعم. اثنين، أعود، هذا عنصرين. عنصر آخر للإدارة الإعلامية، لو لاحظت مقابلة الناطق الرسمي للحوثيين عبد السلام تلاحظي علم الجمهوري مطروح هنا، يعني هناك إدارة تواصلية إعلامية بأنه يمثل اليمن وهو مشروع سلالي واضح، ويمثل الداخل اليمني الوطني، وبالتالي يحمل هذا العلم. وهذا في علم الاجتماع التواصل، علم الاجتماع التواصل له دلالاته في التوصيل، فهو لا يضع العلم اليمني هنا إلا لإزالة أن هذا المشروع السلالي الذي يقوم على إعادة الجمهورية العربية الإسلامية، وبالتالي هذا الشعار المرحلي كما هو شعارهم إسقاط القرعة تغيير الحكومة كان مرحلي. الآن مرحلة أنهم الوطنيين، سننتقل بعد ذلك إلى العربية الإسلامية الإيرانية على طريقة ولاية الفقيه. أعود إلى العنصر على السلطة الشرعية، المسألة كانت بكل سهولة. نحن تحدثنا وأعدنا الكلام وأصبحت أشعر بالإحراج، ونحن لست أنا يعني ما نقول يعني أمتلك المعرفة، لا، نحن نشارك ونساهم لكن لا نعرف الصدى. قلنا أن في مجموعة عناصر ينبغي أن يعملوا عليها. العنصر الأول تماسك كيان الدولة، بمعنى الآن أصبح هناك في اتساق بين الرئيس ونائب الرئيس، هناك جهاز أعلى متسق ومتكامل، لابد أن يتكامل في اتساق وأن يكون له جهاز. اثنين، كيف لك هناك معك أنت في الداخل قبل ما تذهب للكويت إملاء الفراغ الأمني في عدن، السيطرة على عدن كانت أولوية، وتحدثنا هنا عن إعادة الحياة اليومية وأن هناك خلا نائمة وأن هناك معركة بلع عبد الله صالح، لم يعملوا هذا الجانب. اثنين، هناك أيضا تعز، حصار تعز، ذهبت وعندك فراغات أمنية في عدن، لديك القاعدة في أبين وحضرموت، أنت ينبغي معك جغرافيا، ينبغي أن تكون لديك سيطرة كاملة على الجغرافيا، إعطى الثقة للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي. نعم. أنك قادر على الحفاظ على الجغرافيا. طيب قبل أن تنتقل من هذه النقطة، يعني وأنت تتحدث عن تعز، لا ليس عن تعز، أنا أتحدث عن يعني خلالات السلطة. نعم. أولا لابد أن يكون هناك كيان وحكومة موجودة ومشاهدة. اثنين، ينبغي أن تكون حضرموت وأبين، نعطي رسائل للداخل والخارج بالقدرة على إملاء الفراغ العملي وعودة الحياة اليومية. تعز خذلونا فيها في هذه المدينة عندما ذهبوا، وأهم مدينة يمكن تغير المعادلة، أنت تركت الآن هناك استعداد، واكتشفوا المقاومة اكتشفت أسلحة في المنطقة الغربية مخزنة للعودة. عند هذه النقطة لا في نقطة مهمة هنا، يعني فقط لا لكي نشك معنا يعني من الميدان العقيد عبد العزيز المجدي، ضابط عمليات في المجلس العسكري من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور أختي الكريمة. سيادة العقيد، هناك حديث عن حشد تقوم به الميليشيا في تعز، حدثنا عن ذلك. السلام الله عليكم، وشكرا لقناة بلقيس لاهتمامها بالشان اليمني وبالشان تعز خاصة. أختي الكريمة، ما يحدث في تعز من تعزيزات، تعز تصل إلى تعز تباعا، وخاصة من تاريخ 10/3 من تاريخ 10/4 ارتفت الميليشيات الانقلابية الحوثي العفاشية من إرسال تعزيزاتها من المنفذ الغربي خط الحديدة والشرقي خط صنعاء، وهناك حشود كبيرة وتصل تعزيزات يوميا، وتقصف المدينة الليل ونهار، أبناء تعز يذبحون من الوريدة إلى الوريد يوميا، إلا أن للأسف الحكومة الشرعية لم تقدم لتعز شيء. هل ينتظرون من تعز أن يقتل فيها آخر بني آدم؟ لم يعالجوا جريح، لم يواسوا أسرة شهيد، ماذا فعلت الحكومة الشرعية؟ ماذا ينتظر من تعز؟ تعز تقاتل منذ أكثر من سنة عندما فرضت عليها الحرب من قبل الميليشيا الحوثي العفاشية،
نعم. يخوضون حربا في تعز، حربا انتقامية، المواطن في تعز محاصر من الأدوية، محاصر من المواد الغذائية. الوفد الانقلابيين ذهب إلى الكويت ويتكلم في كل المفاوضات بأنه لن يفتح الحصار على تعز. نحن لا نستجد أحدا أن يفتح الحصار، فقط ادعمونا بما هو مطلوب مقدم وما صدقتم عليه، ونحن جديرين أبناء تعز وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بقيادتنا الميدانية العسكرية والسياسية قادرين أن يرجعوا هذه الميليشيات إلى ما بعد محافظة دمار، يسلمون ما هو مستحقات لنا من أسلحة أسوأ ببقية الجبهات. لماذا لم تدعم جبهة تعز؟ ماذا قالت تعز؟ تعز قدمت الشرعية للحكومة للفخامة الرئيس عبد الرب، قدمت الشرعية في كل الأحوال، فتحنا الحصار مرة ولم يقدموا لنا أي شيء. هناك طرق آمنة أن تصل الأسلحة والذخائر إلى الجبهة مباشرة لتدخل معركة. لماذا لم يقدموا لنا هذا؟ ما هو دور الحكومة الشرعية؟ ماذا فعلت لنا؟ المحافظ الآن يعني يداور عمله في الرياض في الخليج والآن في عدن، نريد أن تقول المسؤولين تعود إلى ساحة المعركة إلى طيب نعم سيدة العقيد، يعني نعم أنت تحدثت عن المشاورات ووصفتها أنها مشاورات مع قطاع طرق لا يلتزمون بالاتفاقات، هل هذا الذي لمستموه على أرض الواقع لم يحدث هناك أي هدنة؟ على العكس تعزيزات في حين يعني أن الهدنة كانت من قبل التحالف، كيف تفسر ذلك؟ يا أختي الكريمة، من تاريخ 1/5 إلى 3/5 يعني 185 خرق في 3 أيام، خلال 13 يوم 885 خرق. تقصد من تاريخ 1/4 أو 10/4؟ نعم 1/4 وليس 5. نعم يعني يجب أن نعطي الأمور مسمياتها ومصطلحاتها صحيحة. نعم. لا نتحدث نحن عن الخرق، هذا الخرق حاجة بسيطة، هناك عملية قتالية تدار ضد تعز، هناك حشود عسكرية، تعز تقصف في كل أنواع الأسلحة والعيارات، حتى استخدمت فيها قذائف فيها غازات على جبهة صبر، وهذا ما أثبته الفحوصات للمصابين في المستشفى الميداني في الأقروب والمتراك. نعم طيب سيدة العقيد، فيما يتعلق بتعليق الوفد الحكومي المشاورة، هل كنتم تتوقعون أن يكون هذا التعليق في يعني وقت أبكر، وما ردكم عليه الآن؟ نحن لم نكن نتوقع فقط أنه التعليق، نتوقع أنه يترك هذه المفاوضات مع من تفاوض، أن تفاوض مع إنسان انقلابي قاطع طريق يمارس الأعمال الإرهابية، يقتل الناس، يفجر منازلهم، يفجر ديور القرآن، يفجر المساجد، يقتل أئمة المساجد ويتحلهم قدام وترهم، معانا تفاوض أنت. هل تفاوض مع تعطي إنسان الشرعية وهو متصل بالسلطة، انقلب على السلطة؟ ماذا فعلوا أثناء الهدنة؟ احتلوا لواء العمالقة واستولوا على الأسلحة اللي فيه. هذم لا سبيل معهم الحوار، هم دائما متعودين على القوة، وهم يحضرون حربا في تعز، حرب انتقامية، وخاصة من قبل المخلوع، لأنه يفهم بأنه ما خرجت في تعز في 2011 كانت ثورة لم تتوقعها، هو مجهز قوته وأسلحته بيق معهم، لكن عندما خرجت الناس وخرج الشباب في ثورة الشباب بصدور عالية، هنا عجز هو وأسلحته على مقاومة الشعب. يكفينا خراب، يكفينا دمار، هذا الرجل دمر البلاد الآن 33 سنة. يعني نتمنى أن تكون رسالتك وصلت إلى المعنيين بالأمر. سيادة العقيد عبد العزيز المجيدي الضابط عمليات في المجلس العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. عودة إليك دكتور عبد الباقي، كما لاحظت يعني هناك تقدم على الميدان بالنسبة للحوثيين في ظل هذه الهدنة، يعني عتب شديد وجه قبله، يعني هو ملوم لما يحدث ذلك. إذا كان السلطة الشرعية قد صدقت أو ركنت إلى أن هناك هدنة، نحن كنا كلنا مدركين ومن خلال الحروب الستة، من خلال تعاملنا معهم، أن دائما هم عندما يطلبون الهدنة لأنه عندهم برغماتية عالية، يطلبون هدنة لتمويل جماعاتهم، لعبث موقعهم في الجغرافيا، لالتقاط الأنفاس، ومن ثم العودة للمعركة. بالتالي كانت التحركة حول تعز حتى يوم يعني منتصف الليل، بنفس ليلة وقف إطلاق النار كان هناك التحرك وتعزيز، وهناك اكتشفوا الآن مخازن سلاح في المنطقة الغربية المقاومة كبيرة جدا، كانت نعم. يعني في مخازن لاستخدامها على مدينة تعز. نعم كنت في بداية الحلقة تود الحديث عن هذه النقطة وقلت لي أن أذكرك التفاوض من أجل تسليم السلاح. هم لن يعني شوف المسألة واضحة 100%، لا يمكن لهذه الجماعة أن تسلم السلاح، لأن هناك هم لديهم ما يسمى حوار لن تستطيع أن تتحرك منه قيد أنملة. لمن نسلم السلاح؟
السلاح هذا قد قصف بالطيران، المتبقي منه هذا، من هي السلطة الشرعية؟ لا عبد الرب منصور هذه غير شرعي لأنه حكومة توافقية، ونحن نقولها مرة أخرى هنا أنه في فقه الدستور يقول التوافق ينتهي مع انقلاب أحد الأطراف على التوافق، بعد الانقلاب على التوافق تأتي هنا خطورة المرور نحو المنطقة الآمنة، هذا يقتضي يتخذ الرئيس الجمهورية والسلطة الشرعية قرارات وإجراءات تحقق الصالح العام بعيدا عن التوافق حتى نمر إلى السلام. الحديث عن عودة بحاح هذا وهم، الحديث عن توافق هذا وهم. حتى أنا كنت أطالب لما وضعوا نائب رئيس الوزراء كبديل للمخلوع صالح المدرة الخليجية، لم يعد كيان المؤتمر الشعبي العام التابع للمخلوع طرفا أساسيا، حتى لو كان بن دغر هو الطرف البديل. التوافق كل ما اليمن تدمرت منذ من 26 سبتمبر بالتوافق، أهم عنصر نخر الشعب اليمني كفارس الدمارب هو التوافق والمحاصصة. نحن بحاجة إلى سلطة شرعية وحكومة كفاءات تبتعد عن المحاصصة. المحاصصة دمرتنا في الحوار، المحاصصة دمرتنا في الحكومات، المحاصصة نقلتنا نص المخلوع صالح نص بعد المبادرة الخليجية. علينا أن, 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 أن تكون لنا قناعة راسخة. هل السلطة تجهزت إلى مرحلتنا بعد الكويت؟ الآن يتحدث عن مظلمة، يتحدث ياسين مكاوي عن مظلمة، هل استطعنا أن نسوق هذا ليس للحكومة الغربية؟ نعم، يعني خاصة أنه نحن نلاحظ دكتور الفكرة، أتم الفكرة، ليس للحكومة الغربية، الحكومة الغربية عارفة ولكن لا تريد الاعتراف. ولد الشيخ الآن هو شريك بهذا ما يحدث، كان عليه أن يحمل الطرف المعيق المسؤولية أمام المجتمع، لا يريد ذلك لأنه يريدون استنبات الحوثي طرف من أطراف النزاع. نحن كيف يمكن نكسر هذه التوجه؟ نكسره بتسكير رأي عام إقليمي كما قلت إعلاميا ودوليا وشبكات أن هؤلاء انقلابيون. الآن لديهم أكثر من قناة مؤثرة هم مسيطرين عليها، والغرب يدعمهم لإيصال مظلمتهم. هل نحن استطعنا كطرف شرعية أن نوصل هذه المظلمة؟ أين التوثيق لمدينة تعز؟ أين توثيق القصف؟ أين الفرق العلمية التي تجمع نوع القذائف؟ وين ضربت؟ نحن بحاجة إلى كشف هذه نوع القذيفة. الآن عندما شوف المجتمع الغربي منافق، عندما يريدون إسقاط الأنحاف بشار الأسد بدأوا يتحدثوا أنه قصف بكيماوي، بينهم يقصف بكيماوي من أسفل، لكن عندما نريد أن نزيحه نبدأ نفتح الملف. نحن اليمنيين نستطيع أن نغير الاستراتيجية الغربية عن طريق أن يكون معنا فريق علمي، فريق إعلامي، فريق من الداخل، لكن علينا الاستعداد إلى ما بعد الكويت. الاستعداد يأتي عن طريق تأمين حضرموت، تأمين تعز، عودة الحكومة، العمل بإدارة إعلامية، الوجود كسلطة، وعلى السلطة يعني يفترض وعلى السلطة يعني وعلى السلطة أن تستعيد سيادتها الجغرافية بقوة السلاح. نعم، وربما يعني أفهم من كلامك أنه لابد أن تعمل الحكومة بعمل مؤسسي حقيقي بعيد عن كل حتى التحالف الدولي، لأن عليها أن تخضع الجماعة الإنقلابية لسلطة القانون وليس الذهاب إلى مفاوضات. شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، كنت معنا في هذا المساء. شكرا لكم أيضا ولمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.